ممكن تطلع لهم. في حد تاني عايز يمشي؟ تتكلم جد ولا بتهزر؟ الموقف موتر جدا جدا. الاسد كبير قوي. مش عايزه كلام لو سمحت. اهو هي على فكره تخوف اكتر من الاسد. عائد فينا كلنا في الجمهور وشغطت فينا. انت اللي موتراني يا بنتي. دقايق بس اخلص ويحطوا الاسد في العربيه وهاخدها عندي في الاونر. احا علقه هي مدربه وحوش انما انا مدربه بني ادمين. اقفل لي الباب ده. جعنا لكم لفقرة الضيف وضيفتنا النهاردة. يعني هي مش هي حلوة بس متوحشة. لا مش متوحشة هي بتشتغل شغلانة رجالة متوحشة. رجالة بشنبها ما بتحبش يعني تشتغلها بس هي بتشتغلها. الله يكون في عونها بقى ربنا يكرمها مع نفسها. معانا الجامدة قوي الحلوة قوي قوي. حطي صوتك. لوبا الحلوة قوي قوي. حطي صوتك. انتصار اللي هربت بس نسيت ان انا امسكها. قلت الحلوة. اه انا نفسي عليا. انا هم مجرد ما يشوفوني اتطلتي غير الاسد. انا اسد لوحدي وهم هيقولوا لك كده في الحلقة. انا الحمد لله عندي كاريزما الاسود. يا جماعه انا طبعا نفدت بنفسي. اول ما لقيت الكنبه داخله قلت لهم هو مين اللي هيتحط هنا؟ قالوا لي الاسد. قلت لهم طيب ومدربه الاسد لوبا هتحط فين؟ قالوا لي جنب الاسد. قلت لهم طيب وحضراتنا هنتحط فين؟ قالوا لي حضراتكم هتتحطوا برضو نفس ما انتوا على الترابيزه. قمت انا طالعه بره وقمت لابسه هذا الجاكيت الكريم وناديت السواق بالراحه وقمت نطة في العربية وانا دلوقتي برا الاستوديو. هم اللي هيعملوا فقط الاسد لوحدهم. انا مش بتاعة اسود كبيرة كده. اصل بصوا استعراض العضلات يعني ليه مساحة. لا في مرحلة جنان طارئة على البرنامج ومستمرة. انا عملت يا جماعة الفقرتين بتوعي. جيت عند فقرة الضيف مشيت. بعترف بعترف. يلا اتفضلوا تعالوا لي واولكم بدريه. بس ممكن اغير البامبرز الاول. انا غيروا لي. عملت حاجات وحشه. انا عجزت فجاه ليه؟ جايه بص لنا كده ليه؟ هي الاسد دي. انا جايه على فكره. ده ولد ده علوشي. ماشي بالراحه يا بدريه. مش بالراحه أكتر من دي راحة. مش بالراحة خالص. هو بس كده ليه؟ اقعدوا يا جماعة فيكوا إيه؟ طب هنقعد أهو. إحنا قعدنا ومش هنتحرك خلاص. الأخت انتصار هربت. طبعًا سوسو ما بتقدرش مع إنها قوية. قوية وكلها حنية فلورا. أنا طالبة طلب منكم. اتفضل. أنا النهاردة المذيعة. اوكي ماشي. فانا عايزاكم تعرفوني بنفسكم كل واحده مين. ماشي اتفضلي هيك قولي. نبدا من مين؟ احنا مش هنتكلم. طبعا خلص. حبيبه قلبي بدريه. ايوه كده. يعني انت عارفاني يا اختي وانت عشان جايه لي باسد هتعملي لي بقى ان انا مبهمه ومش معروفه. انا نجمه ومعروفه. ايوه انت هتقوم لي. ليك قاعده يا بتعرف تتصرف. اقعد انت. ها بدريه محمد طلبة محمد عبد العال تليبه الشريره زي ما انت شايفه حضرتك بلقط رزقي في البرنامج. جاي تعملي ايه النهارده ده؟ هو المفروض ان انا هنا بنفسن. اوكي. انما قصادك والله جزمه برباط قاعده وجزمه بوت شتوي. خايفه يا بدريه؟ ليه؟ مش مرعوبه؟ خالص. كنت عايزه تغيري حاجه عند الباب ده. هي سمعتك تقريبا ولا لا ايه؟ لا الحمد لله نشفت. طب اوكي. انا اسمي هدي كرم. اوكي. ومذيعه في برنامج نفسنا وممثله في بعض الاحيان وجايه اقدم فقره لطيفه ظريفه كلها الشجاعه. المفروض نقدم فقره لذيذه لطيفه مخيفه. مش خايفه؟ طول ما انت موجوده انا مش خايفه. اوكي. شفتي بثق فيكي ثقه عمياء. ما تخذلنيش ارجوكي. مش الكلني. نتعرف. أنا حبيبة. أهلا بيكي. مذيعة في برنامج نفسنا وبرضو جاية أقدم فقرة لذيذة. أنا بحب الحيوانات قوي. مش خايفة؟ مش خايفة خالص. إيه أوكي. بحب أنا الحيوانات جدا. أنا أعرفكم بنفسي.
أنا لوبا محمد الحل، أصغر مدربة أسود في مصر والوطن العربي. ده كلقبي أنا لقبت بيه من السيرك القومي ومن عائلتي. طبعاً أنتوا عارفين أن أنا أنتمي لأكبر عائلة تدريب حيوانات مفترسة وفن السيرك في مصر. طبعاً. هي عائلة الحل. بابايا محمد الحل، جدي الشهيد محمد الحل، أنا أول حفيدة للراحلة المرأة الحديدية محاسن الحل، عمي إبراهيم الحل، أنا أول جيل. ويا حل وانت يا حل. عزيز النفس أنا بحاجة. أنا أول جيل من مدرسة محمد الحل. تفضل. طيب أنت شخصية قوية جدا جدا جدا، واضح عشان بتدربي أسود ودخلتك علينا كده. وأنا عارفكي من زمان، أنا قابلتك زمان في السيرك لو تفتكري. أيوة فاكرة. فمن وانت صغيرة يعني، وانت شخصية قوية، شخصية زيك بتدرب أسود وأصغر ست مدربة أسود في الشرق الأوسط، هل ممكن أي راجل بسهولة يملى عينها؟ ولا دي حاجه ملهاش علاقه بتي؟ انا احلى حاجه عجباني ان احنا كلنا بنتكلم بصوت واطي. احنا خايفين مش عايزين نزعج الاستاذ. عمره ما بيحصل في الاستوديو. ماشي مامي، تحس ان احنا هادين قوي. نام يا حبيبي نام. لا اكيد طبعا ان مش اي حد يعني، بالنسبه لشخصيتي انا مش شرط بس ان انا كمدربه يعني، اكيد طبعا مهنتي بتضيف لي حاجات كتيره قوي، بس اكيد طبعا انا مش اي حد طبعا يملى عيني اعجب بيه. بس طبعا غير الاسد. غير الاسد يعني ايه؟ هو الاسد بس. هو الاسد بس. طبعا خلاص اكيد لازم المواصفات تبقى زيه زي الاسد. وده مش متوفر حاليا. ما عملتش كده زيه زي الاسد في مش متوفر حاليا. لا متوفر طبعا. اكيد طبعا متوفر. واضح انه من الكتف ده، واضح انه متوفر طبعا. انتوا غيرانين مني ليه؟ خالص يا اختي هنغير ليه؟ انا عندي 2 اسد في البيت. كتير الاسد بقى، ما احنا بنتكلم عن الاسد، ممكن تعرفينا عن الاسد الجميل اللي قاعد معانا بيمثل؟ طبعا الاستاذ علوشي ده الممثل العالمي، عملنا فيلم حسن الرداد وايمي، وعملنا مع رامز كانجرو. خلودي اسد ممثل مبتدئ لسه. لسه اجروا على قده. هاي علوشي. علوش ايه يا مامي؟ من الاسود اللي هي جميله قوي. انا بحب طبقه وبحب هدوءه وبحب ان هو ذكي يعني. لما بدخل انا هو اي لوكيشن اي تصوير، مجرد ما بعمل معاه اول بروفا للمشهد بيعمله بعديها لوحده لو انا فين يعني. انا اخر فيلم عاملاه مع حسن رداد انا كنت فوق الدولاب مع الكاميرا وبعيد عني، فانا لما بقول له تعالى قام يعلوش يوم جاي واقف على التيبل اللي انا محفظها له وبنعمل مع بعض كم مره لازم تعملي المشهد عشان يحفظه؟ لا هو من اول بروفا، ما انا قلت لك من اول بروفا هو يقعد بس الاول. هم طبعا بيقولوا لي هنعمل ايه كمخرج كمصور بنظبط اضاءتنا وكاميرتنا. بيعملها مره وخلاص. بيعملها. لو هم بقى ابتدوا يغيروا كاميرات في مره راح واخد عز العرب بالكاميرا وعاش حياته. وايتن ثابتك حبيبتي. لا بجد انقض على عز العرب. لا هو راح ناحيتهم بس في الكاميرا وقعد. وعز العرب هرب. لا عز لا قوي جدا، هو كان معايا فوق الدولاب برضه. طب ليه ما اخترتيش تشتغلي شغلانه يعني محاسبه محاميه اي وظيفه تانية تنفع لست، وخصوصا ست ما شاء الله بشكلك الجميل ده وقوامك؟ الله اكبر. انا متجوزه وعندي 3 اولاد يا بنتي. الله اكبر. مش محتاجه عريس. وبحب جوزي. يا اختي ربنا يديم عليكي. وجوزها اسد. انتي ازاي بقى؟ يعني ليه ما اشتغلتيش شغلانه ولا هي في دمك؟ طبعا جينات، هي جينات يعني. بقول لك بابايا محمد الحلو وجدي محمد الحلو وان انت محاسن الحلو وعمي ابراهيم الحلو. هعمل ايه بعد كده؟ هطلع وحشه انا بقى يعني؟ حلو هو ده بس كده. قابلت جوزي فين؟ قابلتي ازاي؟ وهو بقى رايه ايه في مهنتك؟ هو على فكره دي. هو كمان في جزء مشترك ما بيننا. انا قابلته في عمان، هو كان عامل سيرك في عمان. وطبعا اكيد انا مدربه السود وهو صاحب سيرك، فاستضافني فتعرفنا على بعض. وحصل من هنا وخلي بالك هو اسمه كمان ايه؟ المر. اسمه الحلو والمر. لا دي حكايه حب. طب نتكلم بقى لما الحلو والمر يخلفوا. جابوا علوشي. الله اكبر. جابوا علوشي الزغن. لا نتكلم بقى على اولادك، مش بتخافي عليهم من الحيوانات دي؟ لا 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 بالعكس، انا اولادي قاعدين في البيت حاليا معايا 4 اسود بيت اللي هي اخوات كيارا اللي جات لنا. وهم اللي مربيين كيارا على فكره في البيت. مودي ابني وتعبان 4 متر.
تعبان. اه بس تتعبان صغنطوط التعبان ده ممكن اللي بيبلع البني ادمين حيين ده. بس هو حاليا في عيان شويه شتوي. لا 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 مش هياكل ما تقلقوش. اه مش هياكل. هجيب لكم الحلقه الجايه. طب ليه ما اعرفكم عليه؟ جربتي تربي قطط وكلاب و صدق انا سالت السؤال ده. عندي كلاب عندي بس مش في البيت. يعني شوفي سبحان الله الاسد في البيت بس الكلاب لا. الاسد في البيت والكلاب في السيرك. ايوه اصل الاسد في البيت هتحتاج الكلب يعني يحافظ عليه. لا وبعدين في تحدي. لا مفيش تحدي. الكلب ده بالنسبه لها مش تحدي هي. التحدي لا هو يعني ما انا بربيه. بص انا ليه بجيبهم البيت؟ عشان انا بربيهم تربيه مختلفه عن السيرك. الاسد اللي بيبقى في السيرك ده بتاع الشو اللي هو بيعرض قدام الجمهور. لكن انا بحتاج الاسد ده اهو بجيبه اقعده على فوتيه زي ده. بيدخل يستحمى في الحمام. بينام جنبي على السرير. بيشوف ولادي. بيشوف التلفزيون. التلفزيون قاعد بيتفرج. فهماني؟ يعني بينام جنبك على السرير ازاي يعني؟ معلش بينام. كيارة دي كانت بتنام وسطي انا وولادي. بس لحد انهي سن؟ عشان هو يبقى كبير. لا هو حاليا في السيرك. يعني بيبقى لحد سن معين وبعدين بيبقى كبير على البيت. هو حاليا طبعا في السيرك. صعب طبعا يكون في البيت. بس لحد 6 شهور 7 شهور بيبقى معايا في البيت. بس اكيد بقى بتطوري نفسك بتدرسي بتشوفي اكيد الجديد. اكيد طبعا طبعا. انا دايما انا بابايا عضو من اعضاء اتحاد السيركات الروسي. فدايما بابا يسافر بيشوف ايه الجديد في فن السيرك. ايه هم وصلوا لايه؟ الانواع ايه المختلفه؟ بابا اول ما استورد الاسد الابيض واول بيبيهات الاسد الابيض كانوا عندي هم كيار. دي كانت اول بيبي في مصر. طب لوبا انت قلتي ان تدريب الاسود اتغير مع الوقت. عايزاكي تردي عليا بس لازم نطلع فاصل لما نرجع تردي عليا. استنونا. ورجعنا لكم من جديد مع ضيفه مميزه جدا لوبا وضيف مميز جدا علوشي. التدريب الاسود غير ايه في شخصيتك؟ وانا صغنونه ما كنتش حاسه بالكلمه دي بس غير. عارفه يعني ايه اسد؟ ممكن تيجي تعلميه يقعد معاكي سنه ونص. شفت الصبر؟ ولازم تفهميه وتحفظيه. شفتي صبر قد ايه؟ وفي اسد يخليكي مش مبسوطه زي علوشي كده. علوشي بسم الله ما شاء الله عليه حفظ بسرعه واداني كمان شخصيته ومهاراته ان هو يمثل ان هو يبص للكاميرا. يا حياتي على فكره عارف الكاميرا جدا. لا. هو اول ما دخل قعد يبص فين الكاميرات عشان ياخد الاضاءه بتاعته والفوز بتاعه. عارف النجم. طب يجي ينفسن معانا بقى. هينفسن دلوقتي بس الكرسي صغنن. لا هي انتصار طبعا خافت. ما عندناش مانع. ده انا زعلانه منها بس بلا انا هجيب لها التعبان بقى. مش هي خافت من الاسد انا هجيب لها التعبان. يعني غياب انتصار ما كانش محسوس قوي بالنسبه لي لان كان كل التركيز في علوشي الجميل ذو انطوط اللذيذ الاسد المينيون ده. انتصار وحشتني قوي 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 قوي. كنتش عايزه اعمل الحلقه من غيرها اصلا. انتصار وحشتني يا انتصار. من غيرك بحس بالوحده وبيبقى في كده فراغ وهدوء ومفيش مقاطعه. مش عارفه اعمل ايه. ارجعي. اخر سؤال ليكي. اوكي عشان ابدا سؤال انا بقى. صعب. انت لسه هتسالي؟ احنا عايزين نخلص. لا 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 كده دي لو هتدي كل واحده فينا حيوان تربيه في البيت هتدي لنا ايه يليق على شخصيتنا؟ اول حاجه انا ما بعرفش ادي لحد حاجه بتاعتي حتى لو اختي او اخوي. طب لو هتنصحينا نربي من... تربي انت قطه شرازي. انا قطه شرازي. ممكن حيوانات اليفه. انت انارب. اوكي تديلي ارنب. انا مش عارفه اديكي ايه. بوسه. اديني بوسه. مش لاقي حاجه على شخصيتك الجميله دي. ربنا يخليك. عصفوره. نفسي. لا نفسي بغبغان بيتكلم. اوكي ده هيبهدلك. مش مشكله بس يتكلم. عادي عادي عادي. هقول له على علاقاتي وهو يشتم. هيعرف كل كزورات. كل حاجه. عايزه تساليني سؤال؟ عايزاكم تقولوا لي ايه الانطباع اللي انتوا خدتوه في الحلقه دي. انا عايزه اثبت للجمهور ان اسد اوكي جوه لوكيشن ونمنا. يا عمي ما تكلموش احسن يقوم قريف علينا يا بورنا يا لوبا. انا عايز انام في حضنه. مش عايزين قريف. شكله مستريح قوي. مش عايزين احنا ايه؟ انت عايزه تعملي لنا اكشن؟ لا مش مفيش اي اكشن. اوعي تتحركي. انت بتقولي اوعي تتحركي وبخاف انا. احنا ايه؟ تعالي ماما تعالي 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 تعالي. طب احنا نبوس بقى ولا هنعمل ايه؟ لا بس معلش. يلا ايه يا ماما؟ انا ايه يا ماما؟ انا عايزه اثبت لكم ان هو اسد اوكي مفترس.
ايوه انا مش عايزه اسكي تثبت لنا اي حاجه، بس مش عايزاكوا تخافوا. لا احنا مش خايفين، وعايزاكوا تطمنوا. مفيش حد من عيله الحلم مش ناجح، مش مدرب شاطر، ما يقدرش يعمل اي حاجه. لا انا جبت لكم اسد عنده سنه ونص من غير قفصه، وانتوا اول ناس يطلع لهم اسد كبير زي ده. عشان احنا اسود روج بس لو سمحت يا جماعه ممكن. احنا فعلا الروج لسه على بقه. انت نورتينا بس. ميرسي يا حبيبتي، انتوا بجد انا سعيده بيكوا النهارده، بس ما قلتلوش، ما قلتليش ان انت شايفه انك يارا متوحشه اكتر منه. انا لسه كنت هقول يارا دي مجرمه، دي مجرمه متوحشه اكتر منه. بسم الله ما شاء الله، انا فخوره بيكي جدا. ميرسي يا حبيبتي، فخوره انك مصريه، فخورة بيكي وبعيلتك اللي كلنا تربينا عليها وعلى شجاعتها، عيلتك اللي مشرفانا في جميع أنحاء العالم، مش في مصر ولا الدول العربية بس. بسر إيه؟ بس شرفتينا أنت وخلودي. إحنا مش خايفين منه عشان أنت موجودة معانا. ست بمليون راجل، لوبة الحلو. مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس اديكم شايفين الحلقه ما شاء الله، الله اكبر، ما حصلتش قبل كده الا في نفسنا. ايوه ايوه، خلصت حلقتنا اللي بجد 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 مش عايزينها تخلص، بس مضطرين الحلقه تخلص. برافو، استنونا في حلقه جديده من نفسنا. تصبحوا على خير. انت عارف تجيبها على خير.